شكرا لك عباس، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز الأخبار. في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعرض معه التطورات. وأعلن ميقاتي بعد اللقاء أن الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين سيزور لبنان، موضحا أن مواقفه ومواقف الرئيس بري واضحة أو واحدة لجهة ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والضغط على الإسرائيلي لوقف استفزازاته والتعرض للمدنيين في الجنوب. وردا على سؤال عن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، قال ميقاتي أنه والرئيس بري حريصان كل الحرص على المؤسسة العسكرية، وأضاف في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. في مراسم حاشدة تم قبل ظهر اليوم تشييع الشهيدات سميرة أيوب وحفيداتها ريماس وتالين وليان شور في بلدة بليدة. موكب التشييع انطلق من مستشفى شهيد صلاح غندور في بنت جبيل باتجاه بليدة، حيث حضر ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري هاشم حيدر ونواب وفعاليات وحشود من المواطنين. وقد ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض كلمة خلال التشييع أكد فيها أن المقاومة لن تتساهل مع أي استهداف أو أي اعتداء يستهدف المدنيين وسترد الصاع صاعين. شن الطيران المعاد اليوم غارات على لبونة قرب نقورة وأطراف رامية ومروحين وعيت الشعب وظهيرة ومحيبيب. ومن جهة أخرى تمكنت عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع الجيش اللبناني واليونيفل من سحب جثماني مقاومين شهيدين سقطا في القصف الإسرائيلي على جبل بلاط قبالة مروحين قبل يومين، وقد نقل الجثمانان إلى مستشفى شهيد صلاح غندور في بنت جبيل. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل اليوم 32، فيما آلة القتل تستمر في قصف المنازل والمستشفيات حاصدة المزيد من الشهداء الذين قاربوا 10,000، فيما فاقت حصيلة الجرحى 27,000. هذا وتتصاعد حدة الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على محاور القتال في قطاع غزة الذي دخل يومه 11، وتشتد المعارك عند محاور مخيم الشاطئ وحي الكرامة غرب مدينة غزة، في حين يواصل الاحتلال التوغل من محور تل الهوى جنوب غزة. وقد أعلنت كتائب القسام تدمير 3 دبابات ونقلت جند وجرافة إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز، عودة للزميل عباس زلزلي والحوار السياسي.